صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة وفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله بأمر الله هنكمل المحاضرات بتاعت الأرجامك أركتكتشر، بس النهاردة هنعمل أتوبيس بالشكل ده. تعالوا نشوف مع بعض نعمل القصة إزاي. هنمسك بقى هو الموضوع سهل جدا، نمسك برضه الحاجات اللي جوه زي ما اتعودنا الأول بالمنظر ده، يعني الإزاز بتاع الأتوبيس هيتشال بالشكل ده بسرعة، هو مش هياخد ثواني معاك بالمنظر ده كده. الحاجات اللي هي المستقيمة طبعا دي محتاجة مسطرة عشان يبقى شكلها مظبوط أحسن، عشان كمان صغنططة يعني مسافة رفيعة، فعشان يدوب بالمنظر ده كده. نبتدي بقى نلف هنا بالمنظر ده كده، نفرغ الإزاز بتاع الأتوبيس بالمنظر ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده أنا ببتدي إيه ألف مع الورق أهو، كده الازاز ده خلص. نبتدي نشال بقى الازاز، ممكن ناخد برضو اللي هو الازاز ده مستقيم اهو. خدت بالكم انا شغال الحاجات اللي هي اللي جوه الاول الصغيره دي، وهو يفضل بالمسطره عشان تكون معاك معدوله، يعني مثلا هنا بالمسطره اهي هتلاقي نفسك خلصت بسرعه جدا جدا، وبرضو مش هتحس بملل ولا اي حاجه. برضو ده هيتفرغ، كل الخطوط المستقيمة اللي انت شايفها دي هتفرغ معاك. ده خط مستقيم اهو هيتفرغ معاك بالمسطرة بالشكل ده. كده تقريبا الحاجات المستقيمة يعتبر خلصت، نخش بقى الحاجات المنحنية. يعني مثلا عندك هنا ده منحني اهو بالمنظر ده كده، يعني الحاجات اللي هي الفري هاند بالمنظر ده كده، واحدة واحدة وتمشي معاها سنة سنة كده تمام. هتلاقي اتفرجت معاك في كل ثواني. هنا برضو ناخد الحاجات الفري هاند دي طبعا، دي واخدة كيرف ناخدها نمشي معاها كيرف برضو تمام. طبعا الرسمة مفيهاش تفاصيل كتير زي ما حضراتكم شايفين، يبقى نمسك الإزاز كده وهكذا نكمل بقية الإزاز. هنكمل بقى الحاجات اللي هي الصغيرة اللي جوه دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. والحاجات اللي جوه الاول طبعا هي اهم حاجه عشان تلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. المنظر ده كده وتلف الورقه زي ما انت عايز. هنا كمان ممكن ناخد الكشاف ده بالمره اهو زي ما انتوا شايفين كده بلف معايا، يديني كاني انا برجل بالظبط. خليت قطعه زي الفل. نمسك بقى الحاجات الكشاف ده كمان بالمرة أو الجزء الدائري ده، هنا نفس الفكرة.
كل الحاجات اللي هي الصغيرة دي كل ما ناخدها لوحدها كده بسهولة هتبسط عليك العملية. كده فاضل لي بقى الحتة بتاعة العجل دي والجزء الخارجي، يبقى احنا كده خلصناه. طبعا هنا شكل العجل ده بيضاوي مش دائري، واخد شكل اليبس كده بالمنظر ده. بعد كده ناخد الحتة دي تمام كده، فاضل لك الجزء ده والجزء الخارجي بالظبط اللي هي الحتة دي اهي. نمسك بقى الجزء الخارجي بالشكل ده، عندك اللي هي اول واحدة دي مستقيمة اهي، طبعا دول ثابتين مش هنجي جنبهم في حاجة، هناخد الجزء الخارجي هكذا بالمنظر ده كده. بتلف بقى معاها كده زي ما انت شايف. دي لو مستقيمة تاخدها برضو بالمسطرة أفضل. اوعى تقطع دي عشان دي بنقطة طبعا مالكش شعبية، لو قطعتها كده خلاص الرسم باظت. والعجل هو اللي ثابت في الأرض يعني. الحاجة اللي ورا ده هتقطع كل ما هيفضل في حاجة. طبعا دي بالمسطرة هنعملها بالمنظر ده احلى عشان تطلع معاك مظبوطة جدا. الجزء المنحني ده هنعمله كده. بس نشوف الحتت اللي هي مش ما اتعملتش كده. يعتبر خلاص خلصنا الجزئية دي، هنقطع حاجة بقى اللي بيضايقك بقى الحاجات الصغيرة دي، يعني دي ممكن تبوظ لك الشغل بتاعك على آخر حاجة. نشيل بقى الإزاز ده، تحس ان التطبيس بقى اعور اهو. دي بقى عشان حتة رفيعة لازم واحدة واحدة كده ما تشدهاش، عشان لو شدتها هتقطع الازاز. تمام، ممكن برضو نفرغ الازاز اللي هنا ده، اللي ما تفرغش هتشتغل بالقطر على طول تاني كده، وهكذا بقى. بعد ما فرغنا يا جماعة الحاجات دي كده تمام، هنبتدي بقى نتني. بص خلي بالك زي ما احنا قلنا ده الورق اهي، دي هتبقى لفوق على طول اهي زي ما احنا شايفين كده يا جماعه لفوق، ودي العكس. بالمنظر ده كده العجل هيبقى لفوق زي ما احنا شايفين، العجل بتاع الكيس اهو لفوق كده، وده زي الفوق بالمنظر ده كده. ادي الاتوبيس عامل معانا اهو، بس هنا في حاجة لازم طبعا نتني دول، بس خلي بالكم نتني ده الاول عشان ما بوظش الدنيا، بأتني من هنا شوفوا، ونتني دي من هنا كده. ولو بصينا بالشنطة بالمنظر ده هنلاقي الاتوبيس اهو يا جماعة زي ما حضراتكم مش شايفين، نحط خلفية وراه كده تمام.
وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.